ونتحدث في هذا الملف عن القضاء في العراق والضغوط السياسية لمنع محاكمة قتلة الناشطين والمتظاهرين. لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة الألمانية برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أهلا بكم أستاذ علي. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم. كيف يفسر تأخر السلطات في محاكمة المتورطين باغتيال الناشطين والمتظاهرين، ومن المستفيد من هذه المماطلة؟ المستفيد الأساسي هو الجهات التي قامت بقتل المتظاهرين والمتهمة والمعروفة لدى الكل، والسبب في هذا الأمر هو انهيار منظومة القضاء. انهيار منظومة القضاء في العراق هو الذي فاقم كارثة الإفلات من العقاب وكارثة يعني كل الكوارث اللي تحيط بقضايا حقوق الإنسان في العراق. ثم أن هناك عملية انتقائية يعني في قضية المحاكمات وغيرها، لكن المتفق عليه والثابت الآن من كل الأحزاب والحكومة وغيرها، الحكومة هنا غير جادة حقيقة، والأحزاب متفقة بأنه لا تحاكم قتلة الناشطين ومن ارتكب جرائم بحقوق الإنسان وثبت ذلك ضده. إلى أي مدى ساهمت سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين في إعطاء ضوء أخضر لهؤلاء المجرمين والاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم؟ لا شك أن عملية الإفلات من العقاب سببها هو انهيار منظومة القضاء والمنظومة التحقيق العدلي في العراق. هذا الانهيار هو الذي فاقم كارثة الإفلات من العقاب، والإفلات من العقاب يمثل الركن الأساسي لكل الكوارث التي تجري في العراق، سواء على من ناحية اغتيال الناشطين أو انتهاكات حقوق الإنسان وحتى الجرائم الأخرى اللي تشمل الفساد المالي وغيرها. كارثة الإفلات من العقاب دمرت العراق وتدمر العراق، وفي ظل هذه الكارثة تقوى الميليشيات وتضعف وتنهار هيبة الدولة. كيف تفسر سرعة المحاكمة في المتورط بقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي؟ يرى البعض أن كان هنالك تسريع لهذا الملف دون غيره من الملفات. هذا يندرج ضمن الصراعات بين الأحزاب والميليشيات، وعلى العموم أنه لا يثبت حتى الآن، لا يوجد دليل على أن هذا الشخص سوف يتم عقوبته أو الحكم، يعني إجراء المحاكمة والحكم عليه لا يعني أنه تنفيذ هذا الحكم. نعم. لكن هو هذا اللي يؤكد أن هناك انتقائية في بعض القضايا تتظاهر بها الدولة وغيرها من المسميات بأنها تقف إلى جانب القانون، لكن هذا أمر لا يصدق العراقيين. الشعب العراقي عموما فقد الثقة في منظومة العدل والقضاء، ويعلم جيدا أنه العراق يعيش في زمن كارثة الإفلات من العقاب. كيف يفسر تأجيل البرلمان لقرار العفو العام الذي يشمل الكثير من الأبرياء الذين اضطروا للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها؟ هذا القرار المؤسف والمحزن والمخزي على في العراق. على العالم أن يعلم أن القانون العفو الذي ناقش منذ حوالي 10 سنوات في العراق هو قانون العفو عن المعتقلين الأبرياء. أكرر، المعتقلين الأبرياء، يعني قانون العفو الذي ناقش منذ 10 سنوات ضد معتقلين أبرياء لا تثبت تهم يعني ضدهم، ومنهم يعني لا توجد حتى أوراق، أغلبهم بل 99% منهم اعتقلوا على أساس طائفي وغير ذلك. تأجيل هذا إلى دورة برلمانية أخرى يبين حالة يعني الحالة الكارثية التي والمأساوية التي يعيشها المعتقلين في العراق ووضع حقوق الإنسان في العراق. كيف يفسر موقف القضاء في العراق من كل هذه الانتهاكات المرتكبة وبقي القضاء صامتا؟ أنا أؤكد بأنه منظومة القضاء بالعراق منهارة تماما
والقضاء الآن للأسف هناك تصلنا معلومات يوميا وترصيديا عن أنه أصبح مصدر ثراء من خلال تقاضي الرشاوي وغيرها. منظومة القضاء في العراق ليست صامتة، منظومة القضاء في العراق منهارة تماما، وكلها تخضع للمحاصصات الحزبية والانتماءات لهذه الأحزاب وميليشياتها. والقاضي الذي يريد العمل في طريق صحيح ويحق الحق أما يتعرض للتهديد أو القتل، وهذا أمر أصبح ثابت، وقادة من كتل السياسية اعترفوا بهذا الأمر وعلى رأسهم هذه العامري. شكرا جزيلا لكم الناشط الحقوقي علي القيسي، حدثتنا عبر خدمة سكايب من برلين.